سبيسيال سانتي باي ميد.ان مع هجر الحناشي. يا فام احلى راديو عسلامه، مرحبا بالناس الكل اللي قاعدين يتابعوا فينا توا 11:08. هذه الو يا فام سبيسيال سانتي باي ميد.ان، اول موقع طبي في تونس والوحيد اللي تلقى فيه اقرب طبيب ليك وتاخذ معه موعد على الانترنت، وتنجموا زادة تتفرجوا في الليميسيون مباشره على موقع ميد.ان وتخليوا الاسئله نتاعكم. موضوعنا اليوم هو فقر الدم، وحاضره بحدينا دكتوره فاطمه بكار طبيبه مختصه في التغذيه العلاجيه. اذا كان عندكم اسئله في الموضوع هذايا مرحبا بتليفوناتكم على 31 380 الف. الو اي اف ام سبيسيال سانتي باي ميد.ان. دكتوره مرحبا بك بحضنا في اي اف ام. مرحبا بك، الله يخليك، صباح الخير. باهي دونك دكتوره، احنا اليوم باش نحكيو على فقر الدم، باش عباد يعرفوا فقر الدم ما يعرفوش الحكايه التصحيحه، خاطر احنا عندنا شويه حاجات غالطه على فقر الدم. احنا هبطنا للشارع سالناهم بليز اوموا شنو هو فقر الدم هذا، كيفاش نجموا نفيقوا بيه، اسكو نجموا نفيقوا بيه وحدنا والا لازمنا نعملوا تحاليل، منيش يجي فقر الدم، اسكو فيه علاجات ممكنه والا لا، نسمعوا شنو قالوا بعد نرجعوا لكم. فما نقص في المناعه في جسم الانسان، الانسان اللي ما عندوش معناتها ينقص برشا فيتامينات، نقص في المناعه، هذا هو فقر الدم. الانسان اللي يمرض به الانسان اللي ما ياكلش مليح، ما ياكلش برشا خضره، ما ياكلش برشا غله، ما الفيتامينات اللي لازم ياخذها جسم الانسان ماهوش قاعد يتمتع بها، ياكل ماكله ماهيش صحيه، دونك نورمالمون المرض هذا يجي من العباد اللي ما تاكلش مليح. الاعراض يظهر لي الضعف، صفوريه، التعب، تلقاه يقولوا له ساعات شبي وجهك اصفر، دونك هذوما هما الاعراض، لازم يشوف الطبيب زاده باش يعرف اسكو عنده فقر الدم ولا يلطف على العباد الكل. كولوا بالكدا، معناتها كولوا الخضره، كولوا الغله. الاعراض هما كي يبدا تحت عينك بيضه، وكي تبدا عندك الفيرتيج، كي شعرك يبدا طايح على الاخر، تصور هذوما برشا اعراض اخرين، ما هذوما اللي نعرفهم. بيان سور فما وقايه، والوقاية هو أنك كي تاكل ماكلة صحية. فقر الدم هو absence نتاع كلك فيتامين ولا كلك بروتين في البدن نتاع اون بيرسون. تنجم تكون اون مال نوتريسيون، ناقصة دي فيتامين وناقصة دي فروي دي ليجوم، ولا تنجم تكون هيريديتي في وسط العائلة، معناها الشعر يطيح ولا مانك دو كونسنتراسيون، ولا عندك معناتها دي سين دو مال نوتريسيون على بدنك يمشي ويولي اضعف، وجهك اصفر وعينيك مذبيلة. الوقاية انك تاخذ دي فيتامين، يا اما دي كومبليمون من الفارماسي ولا سو فورم دو فروي دي ليجوم، وتاكل برشا، معناها tu n'es pas mal nourri، tu prends les calories اللي انت حاجتك بهم، وتاكل دي بروتيين كيما اللوبيا والحم والحوت والدجاج وهذاك الكل. بيه كنا نسمع فيهم دكتورة ونسمع في مختلف الآراء، تو كان فما حاجات غلطة بطبيعتنا نحاول نصلحوها من هنا حتى يكش النصف النهار. جوست نعود نفكركم اللي موضوعنا اليوم هو فقر الدم، إذا كان عندكم أسئلة في الموضوع دي مرحبا بتليفوناتكم على 31 380 الف. ديجا نفسروا الدكتورة بلزوماش معناها فقر الدم للعبيد باش نجموا يفهموا شنو هو المرض هذا. أي تفضل. فقر الدم هو نقص غير عادي في الهيموغلوبين. الهيموغلوبين هي شنو؟ سي اون بروتيين غنيه بالحديد، دونك تعاوننا باش اون ترانسبورت الاكسجين للخلايا في الجسم، وتعاوننا باش نخرجوا ثنائي اكسيد الكربون من الخلايا من الجسم، دونك سي لو ريزرفوار نتاع اي لو ترانسبورتور دو الاكسجين. الاعراض لازمنا نفهموا الناس انه فقر الدم ماهوش هو نقص الحديد اكهو، ممكن نجم يكون عنده برشا اسباب، منهم سبب رئيسي اي لو بلو كومون اي لو بلو فريكون هو نقص الحديد في الجسم. هما ديجا العبيد ديما يقولوا فقر الدم اوتوماتيكمون عندهم هما نقص حديد. لا مش نقص الحديد اوتوماتيكمون، ينجم يكون عنده برشا اسباب تنحكيو فيهم. دونك الاسباب نجم نتعداو ديريكتومون اللي هما عندنا اسباب دوريجين سنترال، دي كوز دوريجين سنترال، اي اون ا دي كوز دوريجين بيريفيريك. دونك لي كوز سنترال parmi الاسباب نتاعنا هو نقص الحديد، اللي هو نقص الحديد ربي يفسروا لهم بالقدا. فما زيد نقص الفيتامين بي 12 يعطينا انيمي، نقص فقر الدم هو بالفرنسيه اون انيمي. دونك نقص الفيتامين بي 12 نجم تعطينا اون انيمي، نقص الفيتامين بي 9 نجم تعطينا اون انيمي، هذوما parmi les causes
d'origine centrale خلل في الفونكسيونمون دو لا موال اوسوز تاع النخاع الشوكي نتاع جسم الانسان كيف كيف نجم يكون خلل جيني دوريجين جينيتيك نجم يكون امراض سرطانيه عندنا زيدا parmi les causes اللي قلناهم هما لي كوز دوريجين بيريفيريك دونك ماهيش من المركز نتاع السانتيز دو ليموغلوبين بيريفيريك سواء ان اكسي دو بيرت دو سان معناها عندنا اون اليميناسيون سواء دوريجين ديجستيف في الامعاء نتاعنا ولا المسار نتاعنا سواء اون اليميناسيون دوريجين جينيكولوجيك جينيكولوجيك معناها امراء عندها عند النساء نشوفوها عند النساء سواء دي ريغل اباندونت سواء عندها ان فيبروم اوتيران سواء هذيك من تشخيص اطباء النساء والتوليد النساء والتوليد سواء اون اوريجين اورولوجيك معناتها اون اليميناسيون فيا لا فيسي نتاع الانسان دونك ينجم يكون حتى السبب نتاعها كانسر دو لا فيسي هذوما لي كوز دوريجين parmi les causes d'origine périphérique عندنا لي مالادي اوتو ايمون زيدا لي مالادي انفلاماتوار اي لي مالادي اوتو ايمون دونك الجسم les maladies auto-immunes, c'est différent des maladies inflammatoires. Le jisem y offre des auto-anticorps, y mchiou y ضد الخلايا نتاعنا احنا. Donc l'asbab très vaste, ma nrakzouch kain ala نقص الحديد, هو نقص الحديد عنصر اساسي في الانيمي. C'est une cause, c'est la cause la plus fréquente اللي نعملو بها الانيمي مي يا دوتر مالادي هذاك علاش انيمي ما ناخذوهاش بالساهل اذا ما نعملش مخزون حديد ما ناخذوش الحديد دون مانيير افوغل لازم ديما نعمل تشخيص طبي وبعدين نقول عندي اون انيمي دوريجين ما عندها نقص حديد ولا انيمي فقر دم نتاع مرض اخرى باهي تنزيدو نكملوا احنا نفسروا لهم بليز اوموا دكتوره على فقر الدم دوك نعاود نفكركم اللي الموضوع نتاعنا اليوم هو فقر الدم وحضره بحدينا دكتوره فاطمه بكار طبيبه مختصه في التغذيه العلاجيه اذا كان عندكم اسئله في الموضوع هذايا مرحبا بتليفوناتكم على 31 380 الف. الو اي اف ام سبيسيال سانتي باي ميد.ان رجعنا لكم من جديد مكملين مع بعضنا من توا حتى يكشر للنصف نهار توا 11:18 موضوعنا اليوم هو فقر الدم وحاضره بحدينا دكتوره فاطمه بكار طبيبه مختصه في التغذيه العلاجيه اذا كان عندكم اسئله في الموضوع هذا مرحبا بتليفوناتكم على 31 380 الف. دكتوره بليز او موان نشوفوا فقر الدم اسكو يمس الرجال اكثر نساء اكثر الصغار اكثر فما بارتيكولاريتي بارابور للحاجات هذوما والا لا؟ هو اكثر اشخاص معرضين لفقر الدم هما النساء فيك عندهم ان سيكل منسترويل معناتها عاده شهريه دونك عندهم دي بيرت شهريه دونك اكثر اشخاص معرضين قلنا نساء واكثر وبعدهم هما فما النساء الحوامل خاصه في الثالثيام تريمستر دو لا غروسيس علاش خاطر المراه الحامل لي بيزوان نتاعها يكثر برشا في troisième trimestre de la grossesse, c'est une hypervolémie kif kif في الابدان نتاعها دونك ليموغلوبين تظهر لنا ناقصه. الرجال هما اكثر اشخاص غير معرضين لفقر الدم معناتها كي نشوفوا فقر الدم عند الرجل سواء دوريجين هيريديتير سواء ما ثبتوا مليح لو بلو سوفون سي حاجه اورجانيك معناتها فما سبب نتاع اون ديستركسيون اون اليميناسيون نتاع الحديد من الجسم وانكيتون شويه عند الرجل لازم نردوا بالنا اكثر معاه فوالا فوالا كونت اون تروف اون انيمي شيز ان هوم يفو لازمنا نشخصوا تشخيص باهي سور لو بلان ديجستيف ماشي حاجه في المعده في الامعاء نتاعو parmi les causes نتاع les causes digestives عندنا سواء la maladie celiac donc نجم تعطينا une anémie chez l'adulte ou chez l'enfant soit des tumeurs du tube digestif soit une anémie de Birmer نقص الفيتامine B12 هذه اغلب الاحوال تكون وراثيه كيف عند الراجل كي نلقاو انيمي نلوجو
كان عنده اون اوريجين اورولوجيك سورتو بعد سن الخمسين سنة. باه بالنسبة للصغار دكتور، الصغار كيف كيف صغيرات مالوغوزمون في تونس ولاو يل ديفلوب، معناتها عندنا ان تو تري زيلفي دو ان بورسانتاج تري زيلفي دانيمي شي لي انفان. علاش؟ خاطر التغذيه نتاعهم تدهورت برشا بال لي غوتي لي كالوري فيد ديما اللي نحكيو عليهم، الحريرات الفارغه، نقص في اكل الخضروات، نقص في اكل اللحوم لي سورس دو بروتيين انيمال. دونك الاطفال زاد كيف كيف ولاو معرضين برشا باش يعملوا انيمي، وعارض من اعراض فقر الدم ونقص الحديد عند الاطفال هو فقدان الشهيه. دونك تلقاه يل كومونس ا ديفلوبي اون انيمي اون كارونس ان فير وشهيته تنقص. دونك يدخل دون ان سيركل فيسيو اي لا بروفوندي سون انيمي. تنجم تكون تعطينا زاده حتى اللي نسميوهم توا لي تروبل تي دي اتش، معناها كاليبر اكتيفيتي. ان انفون هايبر اكتيف يفو توجور بونسي ا ريشيرشي اون كارونس ان فير. معناتها برشا ابحاث تعملت في لي بي با يلقاو انهم اغلب الاطفال اللي عندهم اون هايبر اكتيفيتي عندهم مخزون حديد ناقص. دونك يفو لو كوريجي بور اميليوري لا ريبونس بسيكولوجيك اي لا بريز ان شارج بسيكولوجيك اي بسيكياتريك دو لانفون. دكتوره، اسكو فما درجات في فقر الدم؟ فما انواع فيه والا فقر دم عند الناس الكل بنفس المستوى؟ انواع قلنا حسب الاسباب، معناتها ما نجموش نقولوا اسباب. درجات وي، مش كيما تلقى اون هيموغلوبين في السبعة كيما تلقى اون هيموغلوبين في العشرة معناتها ولا في الحداش، مش كيف كيف. اون هيموغلوبين اسيد سي اون انيمي اسي تري بروفوند. دونك الاعراض نتاعو هي تنجم ال اوريونت لو ميدسان تريتان حدت الانيمي. بون لو بيلان بيولوجيك هو اللي يل كونفيرم لو دياغنوستيك. ان تو ديموغلوبين نورمال عند المراه لازم يكون ما بين 12 و 15، عند الرجل سوبيريور ا 14 لازموش يفوت 16 ونص. عند الفام انسانت 10.5، on peut tolérer jusqu'à 10.5 mais il faut toujours viser un taux d'hémoglobine optimal. علاش؟ خاطر الهيموغلوبين كيما قلنا c'est une protéine qui transporte l'oxygène. Donc c'est une protéine اللي توصل الاكسجين للخلايا نتاعنا، الخلايا المخ، الخلايا الجسم كلها، للمسكل نتاعنا، tous les organes. Donc le كيما قلنا c'est une protéine qui transporte l'oxygène. C'est هذاك علاش عارض الاساسي اللي نلقاوه هو لا ديسبني، لي فيرتيج. لا ديسبني معناتها يقولك تقولك بالسيف نجبد الهواء. فما ناس تمشي للانغواس، فما ناس تمشي لامراض قلب، فما ناس تمشي alors que c'est une anémie une toute simple anémie qui par carence en fer qui va falloir corriger. دونك ما بين الاعراض الاخرى كما قالوا اغلب الناس تعرفها وجهك اصفر، لا بالور كوتانيو ميكوز، معناتها نتاع البشره ونتاع لي ميكوز نتاعنا. تشوف لي ميكوز دي زيو تلقاهم فيهم اون بالور. لا ديسبني، لي فيرتيج، دوخه وجعه في الراس بيسكو نقصين اكسجين دونك يعطينا دي سيفالي. تنجم تكون زيدا رغبة تساقط الشعر عند المرأة، عند الرجل زيدا معناتها اون كالفيسي لازمني نلوج ديما، فماشي اون كارونس اون فير قبل كل شيء، قبل ما تقول دوريجين هرمونال سورتو شي لا فام. عندنا زيدا رغبة عند النساء الحوامل، خاصة نشوفوها رغبة في أكل النساء الحوامل والأطفال، رغبة في أكل الصابون، رغبة في أكل الظوافر متاعهم. سا انتروتيان كما قلنا ندخلوا دون لو سيركل فيسيو، كي ناكلوا حاجات هذوما كيف كيف ينقص لي في لابسوربسيون تاع الحديد. فقدان الشهية عند الأطفال
ونسبة ضئيلة من شي لي زادولت، ورغبة في الشهية عند الكبار خاصة عند النساء اللي عندهم نسبة عالية متاع ستريس، تكون عندهم رغبة كبيرة في أكل الحلويات. علاش؟ خاطر الحديد هو ان كوفاكتور دو سانتيز نتاع لي نورو ترانسميتور نتاعنا، معناتها نتاع السيروتونين. السيروتونين اللي هي تخلي الانسان في معناتها المود نتاعو والنفسيه نتاعو مرتاحه. كي يبدا ناقص حديد يبدا اوتوماتيكمون باش ينقص في السيروتونين، تولي عنده دي زانفي دو سوكر، تولي عنده تشنجات، توصل بينا حتى ليتا دو ديبريم. دونك ان ليتا دو ديبريم il faut toujours مع معناتها ديما نوجه الرساله هذه للناس ولا اللي يعالجوا فيهم، il faut toujours viser une ferritinémie optimale باش حتى لا ريبونس او تريتمون بسيكياتريك كانوا في ديبرسيون يروحوا في تريتمون تاع ديبرسيون يصير لنا تجاوب خير. فما ابحاث تعملت زاده كيف كيف، يلقاو الناس اللي ياخذوا يصلحوا لا كارونس انفير نتاعهم مع ان تريتمون بسيكياتريك يزون اون تريتمون دو ديبرسيون اون ميور ريبونس ا سو تريتمون. بالنسبه للتشخيص دكتوره كيفاش يصير؟ التشخيص هو كلينيك افون تو، معناتها الطبيب هو اللي يشخص المريض نتاعو يفهم، اي سورتو بيولوجيك دونك سي لو بيلان بيولوجيك ان اف اس ان سامبل ان اف اس توريني الهيموغلوبين تبدا ناقصه. مي ما يمنعش كي تبدا الهيموغلوبين في الفالور نورمال انه الشخص هذاك ما عندوش نقص حديد. دونك لازمنا ديما نفرقوا بين نقص حديد وانيمي. دونك انيمي معناتها نسبه نتاع هيموغلوبين ناقصه، فقر دم معناها. ونقص في مخزون الحديد هو نعملوا كيف كيف ان دوزاج دو فير نشوفوا به نسبه مخزون الحديد باهيه ولا لا في الجسم. وعلى اساسه باش نقروا كيف باش نعالجوا الفقر الدم. فوالا على اساس السبب كما قلنا كانوا كارونس انفير ولا كانوا اون مالادي اوتو ايمون اون مالادي انفلاماتوار، هذاك من خصوصيات اطباء الدم خاصه. فما علاج ولا فما علاج؟ يا توجور ان طون كي يا اون ريزون، طون كي يا اون ريزون فما العلاج نتاعها. خاطر ماك تعرف انت يا دكتوره، خاطر جينيرالمون العبيد هاك يخدم مخه واحد ويظهر له اليوم عنده فقر دم، يمشي ياخذ دي كومبليمون اليمونتير نتاع فقر الدم، وقد ما يحب وقد ما يشتي على المده اللي هو تساعده. قلناها من الاول فقر دم راهو عنده برشا اسباب، ماهوش نقص الحديد كهو. دونك تقول لك عندي دوخه وراسي يوجع عندي فقر دم، مش معناها عندها نقص حديد. نجم تكون عندها فقر دم دوريجين انفلاماتوار، تعمل مخزون الحديد تلقاه عالي برشا، دايغ مخزون حديد عالي برشا يورينا اللي فما التهاب في الجسم فوق لي فالور سوي معناها دو لابوغاتوار. دونك هذيك تزيد تاخذ الحديد تزيد الفلامب لانفلاماسيون نتاعها. يفو فير اتونسيون على سوبليمونتاسيون ان فير، ما ناخذوهاش دون مانيير افوغل. يصير تشخيص طبي وبعدين الطبيب يقرر يعطي الحديد ولا لا. هذه بون اذا الانسان ناس تعلمت او برشا ناس تقول لك عندي فقر دم وطبيب وصاني باش ناخذوا على مده طويله فقر دم بنقصان حديد، عندها دي بيرت مونسترويل كبيره، ما تاكلش بالكدا، هذاك ما يقلقش. مي انسان اول مره يلديكوفر اون انيمي ماذا بيه يعمل تشخيص طبي. اسكو فما تدابير وقائيه دكتوره في الموضوع نتاعنا ولا لا؟ وقائية بالطبيعة كان باش نحكيو على نقصان الحديد، وي كان باش نحكيو على لي كوز الاخرين راهو احنا والكوز نتاعنا. بالنسبة لانيمي بار كارونس ان فير، التدابير الوقائية هي كانها مراة عندها دي ريغل اباندونت تمشي تعمل تشخيص طبي عند طبيب النساء والتوليد، تشوف عندها شي ان فيبروم، فماشي اون كوز ديليميناسيون. وبالنسبة للنساء اللي ما تاكلش ولا الأشخاص اللي ما تاكلش بالكدا، الأول تدبير وقائي هو معناتها تحسين الجودة متاع الغذاء متاعنا اللي هي الجودة هذه تدهورت برشا السنين الأخرى. بيتون شوية خير نفتحوا قوس به دكتورة في البختي متاع تاخذي خطر مهمة ياسر وإحنا ما نعطيوهيش أهمية، ودي معنا أفكار فهمت والأفكار غالبا ما هيش صحيحة. بيه جوست نعود فكركم اللي موضوعنا اليوم هو فقر الدم، وحاضرة بحضينا دكتورة فاطمة بكار طبيبة مختصة في التغذية العلاجية. إذا كان عندكم
أسئلة في الموضوع هذا مرحبا بتليفوناتكم على 31 380 ألف. هجر الحنيشي تستنى في مكالماتكم 31 380 ألف. إيفام أحلى راديو. نبدأ مع أول تليفون معنا حميدة. مرحبا بك حميدة. ويا عسلامة مدام، شنو حالك؟ لاباس عليك لاله، الحمد لله، تفضل. بربي حبيت اشارك في البرنامج نتاعكم. اني عمري 28، عندي زوج صغار ما شاء الله. حسيت بدات مشكلتي، بدات تتيح لي بلاكيت نتاعي من اللي اني حبل ونحباله. عندي بلاكيت وصلت لي حتى 95 ألف. وبعد كي معناها بديت تحل شويه حديد وبديت تحل الدم، معناها وصلت اني الليجامات اللي فاتوا عندي 8 دم، عندي بلاكيت 96 ألف، وزيد حديدي طايح على الاخر. معناها اني ما نجمش اني نتعب، فهمتي؟ معناها حتى كي نجي عندي جلوميلاج للدار ما نجمش نعمل، ما حد نجم نعمل حتى شيء. عندي دوخه، عندي وجيعة في راسي، ما نعرفش معناها، وليت انسانه مش عاديه، نحس روحي معناها حتى صغاري ما عادش نجم نقوم بهم. ساعات نحس روحي عاجزه اني باش نقوم بصغاري. متفعليك به. تنجم تسالها دكتوره دونك حميده، شفت طبيب دم ولا ما شفتش؟ اي مشيت طبيب دم، الحاجه الوحيده اللي عطاها لي فيتامين من غير ما نسمي حتى ادويه. حميده شوف، بالنسبه للحديد نتاعك لازمك تشوف شنو ما الاسباب، معناتها تمشي تشوف الطبيب العائلي نتاعك، تشوف الاسباب نتاع النقصان. كان فما تنجم تكون راهو الحمل وراء حمل وما صلحتش، معناتها لي بيزوان نتاعها، خاطر قلنا لا فام انسانت لا دي بيزوان سوبيريور على فام نون انسانت. دونك اذا ما صلحتش لي بيزوان نتاعها، elle développe petit à petit au fil des années avec des règles abondantes une anémie qui s'approfondit. دونك اول شيء لازمها تراجع طبيب العائلي نتاعها، يعطيها اون كوريكسيون، معناتها يصلح لها مخزون الحديد، اوتوماتيكمون الانيمي نتاعها تتصلح. بالنسبه للبلاكيت سين تعمل ان سويفي، كان ما فماش اميليوراسيون الطبيب العائلي هو باش يلفا لادريسي الطبيب دم. دونك بالنسبه للي ميزور عندها دي ريغل ابوندونت ولا لا، يلفو لي دوموندي. تسالها دكتور. معنا حميده، بدات معنا. وي معك، نسمع فيك. مثلا العاده الشهريه نتاعك منتظمه ولا لا؟ اي منتظمه، لا عاديه. عاديه ما تجيكش قويه؟ لا لا عادي. ماكش عامله ايله حميده؟ عملت ايله عندي 6 أشهر. باه دونك نجم تعطيها دي ريغل ابوندونت، تراجع لطبيب النساء نتاعها وتاخذ اون سوبليمونتاسيون اون فير مع طبيب العائلي. تحسن الجوده نتاع الغذاء نتاعها، دونك اكثر بروتيين، لحوم حمراء، اسماك زرقاء. اي اسمعني، اعطاني طبيب دواء نتاع حلين شايه، فهمت؟ عطاها دواء نتاع تحل الشهيه. بيان سور كيما قلنا الانيمي راهي تعطينا اون بيغ تابيتي عند اشخاص معينين، دونك تصلح الحديد نتاعها الشهيه نتاعها باش تتصلح. فهمت؟ راجع طبيب العائلي حميده، تيعطيك هو لا سوبليمونتاسيون اون فيغ اللي لازمتك، وشهيتك اوتوماتيكمون تتحسن. فهمت؟ تقوي الجوده نتاع الغذاء نتاعك، معناتها حتى لو كان شهيتك ضعيفه حاول تركز على البروتينات، تاخذ الكبده، اي انواع تاع الكبده، دجاج، علوش، بقري، اللي تحب هي، معناتها اللي ما يقلقش، مره مرتين في الاسبوع. اسماك الزرقاء، السردينه فيها برشا حديد، البقوليات كيف نافعه برشا تعاوننا، لكن العدس، فول، حمص كومبيني، ما ناخذوهاش وحدها مع خضروات كيما المعدنوس الني، الخس، خاطر فيهم برشا فيتامين سي ويعاوننا في لابسوربسيون تاع الحديد الفيجيتال. البقوليات كيف لازمنا نركزوا على المعلومه هذيا، اللي كي ناكلوهم وهما مش منفخين، معناتها طايبين ديريكتومون، ما يعاونونيش في لابسوربسيون دو فير، بل بالعكس فيهم دي اسيد فيتيك، دي ليكتين اللي نقصوا من لابسوربسيون تاع الزنك تاع الفير. دونك لازمني ديما نحضرهم مليح، معناتها التحضير نتاعهم يتم تنقيحهم ليله كامله في الماء قبل ما يطيبوا. هو مش يقولوا هما معناه كي تنفخ برشا في الماء فيتامينات يتحلوا في الماء؟ لا، مش للبقوليات، هذاك للخضره النيه، هذاك للخس، للمعدنوس، للماء. بالنسبه للبقوليات لازم يتم تنقيحها اون نوي انتيير افون دو لي فير كوير، ما كانش راهو بالعكس باش يعطينا لي في انفيرس.
باهي يعطيك الصحه دكتوره الله يخليك. نمشي للمكنين معنا سامح. مرحبا بك سامح. عسلامة. مرحبا. عسلامة سيدي. مرحبا تفضل. ربي انا حبيت نسال علاش بتتر اونيليور فما مالادي معناتها موجوده برشا في تونس، موجوده دايغ في العالم توش بليس 450 مليون بشر. اللي هي اللي ديفيسيت اون ديسيبليني دونك سي بارمي لي بريمي كوز معناتها للانيمي موليتيك. ومعروفه ياسر في تونس، دايغ في تونس اسمها كيفاش هي انيميا الفول. انيمي فول فوالا دونك برسنتاج موجود كبير برشا في تونس. ما عرفش عاد اسكو شنو هما الحاجات اللي نجمو ناكلوهم شنو ما ناكلوهمش، خاطر ساعات يوصل كبير يعمل ديجنوستيك غلط تجي انيمي معناتها هيموليتيك ما عرفش علاش، الوغ كي صغير صغير تو سامبلومون كلي فول باغ اكزومبل. جست تحاول تفسر لنا الدكتوره اللي قالوا سامح خاطر باش نعرفوا هذيك باغمي لي كوز دو لانيمي اللي هي فريكونت برشا في تونس. كيما قال عندنا لا بيتا تالاسيمي وعندنا لا دريبانوسيتوز عندنا لو ديفيسيت ان جي 6 بي دي يعطينا اون انيمي كيف كيف، لكن من 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 ما ينجمش اي انسان يعملها، هذيك راهو تشخيص طبي معناتها كي يشوف لي نفس عنده اون اورينتاسيون دياغنوستيك تو سويت، معناتها اي طبيب قادر يشخص اون انيمي معناتها اون اورينتاسيون فيغ لو دياغنوستيك دو لانيمي. بالنسبه لل لي مالادي هذوما اللي هما دوريجين ايريديتير لو بو سوفون وراثيه، نلقاوهم برشا عند لي مارياج عند زواج الاقارب، زواج الاقارب في اماكن معينه في تونس خاصه. دونك فيهم à part le déficit en G6PD, il y a des mesures diététiques bien particulières qui m'appellent le foule. Il y a un certain nombre limité en aliments et les malaisons enseignés. L'autre chose, c'est qu'ils ont des réglages réveillés. Mais une attention particulière, il y a un نقص مخزون الحديد اللي لازمنا نصلحوه كونكوميتان افيك لانيمي، معناتها الامراض هذه يعطاني فقر دم، مش معناتها فقر الدم هذايا راهو نخليوه هكاكا وما نغزروش للحديد مخزون الحديد نتاعو. مخزون الحديد ماهوش باش يصلح بنسبه عاليه فقر الدم هذايا خاطرو وراثي، لكن يعاون الجسم باش الهيموغلوبين اللي يصنعها الجسم وما يعاون بها تكون اوبتيمال. باهي يعطيك الصحه دكتوره. نمشيو لصفاقس معنا فتحيه. مرحبا بك فتحيه. عيشك بارك الله فيك عسلامه. راني جرى شحوالك؟ الحمد لله عزيزتي. مرحبا بك ومرحبا بصفاقس. عسلامه الدكتوره. عسلامه. مرحبا. عيشك. انا مدام يعني نخدم في معمل خياطه، عمري 48 سنه، عندي اربع صغيرات ما شاء الله. اما ساعات تجيني هكا رعشه في لحمي هشيه وتكوني دقاقه في قلبي نتعب، في نتعب يعني نولي في ساعه ما نفشل، فهمت؟ ما نعرفش ندرع فقر الدم حديد، ما فهمتش يعني حتى ما فهمتش برشا عندي كم طبيب قال لي اعطاني بيلون في شيء. اشلع فيه البيلون؟ لا مازال ما حضرتش كل شيء. انا راني معدي عند العمود. عملته هي مازال ما خرجش تحلي. انت عملته ولا ما عملتوش جمله؟ اي عملته انت ومخرج خاطر نعدي عند العمومي منش عند خاص. باهي يبقى شوي. باهي تنجم كان عندك اسئله الدكتوره اسئله سينو نستناو التحليل. بون ايديال ما تستنى التحليل. عندها العاده الشهريه مازالت؟ عاده مازالت عندك فتحيه؟ اي مازالت عندي انا بديت هكا تنقص شويه شويه. بون اذا اينا ال نا با دي ريغل ابوندونت يفو كوريجي معناتها شيرشي كان عندها الماكله نتاعها ماهيش اوبتيمال تصلح لي زابور اون فير نتاعها كوتيديان اللي هما بنسبة 14 ميلي جرام شي لا فام. تستنى سينون لو بيلون تاعها باش طبيب العائله يعطيها الدواء اللي لازمها. دونك كيما قلنا الاعراض وصفتهم بالكدا تبارك الله عليها، اون بالبيتاسيون، اون فاتيغ اكستريم، تقول لك مانيش قاويه من الصباح حتى باش نقوم بولادي، باش نقوم بداري، باش نقوم بصغاري، دي فيرتيج، دي نوزي، تنجم تعطينا حتى دي نوزي، دي انفي دو فومير. معناتها الاعراض elles sont très vastes mais le comme c'est une cause très fréquente
شي لو تونيزيان رانا اول حاجه نمشي ونلوجوها هو نقص مخزون الحديد سورتو ان كاد دانيمي نقص مخزون الحديد نقص الفيتامين بي 12 ونقص الفيتامين بي 9 باهي دونك هذوما ثلاثه اللي يتسبوا في الانيمي توريجين باهي يعطيك الصحة دكتورة. جوست نفكركم اللي موضوعنا فقر الدم. مرحبا بتليفوناتكم على 31 380 ألف. مشو السيدة معنا آدم. مرحبا بك آدم. ألو صحيح حاتم لا لا أنا أم آدم. أم آدم مرحبا يا أم آدم. صحيح دكتورة. أنا عايشة أنا عندي ولدي عمره 5 أسرة عنده أنيمي هو جيت أنتك شيخ كيف عنده أنيمي بتفعلي هاي عايشة بعد عملت انا كيف نلقى اللي مقلبين كم قلب الدكتورة سارة بعدني بي في حوى الدوز انا حطاني الدوز نتاع الفير كده عنده 40 سم فير ايه انا قاعدة متخوفة بس معكم خد خلدي نسأل يعني فرطان سبير عطاني انفيرو كل شيء انا خايفة يعني تقعد بي زعمة شو تنصحني نعمله نتمزور يعني حتى وبحق عنده وجه اثر شوية سبري انا سبع فتامريت عنده حد شيء اخر فهمت كل هو عطاني انفيرو اكهو لأنا خايف حبيت ناخذ استشارتك انت باه شنو عطاها انك عطاها سيرو سيرو نقول لك سيرو لا 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 ما تقلناش على السيرو شوف هو تو لازمك تعطيه العلاج نتاعو كيما عطاه لك الطبيب اذا عنده نقص حديد ينجم يكون انت زاده في الحبله نتاعك كنت نقص حديد هي قد صارت له انفيكسيون يخي عملت له نقص الحديد نجم تنجم تعطيه انفيكسيون تعطي اون انيمي اكثر من نقص حديد معناتها اون انيمي خذ لك فرش كاري انفلاماتوار اكثر من اللي تعطينا نقص حديد نقص الحديد الاغلبيه ينجم يكون خاطر الام كانت ناقصه لي زابور تاعها بوندون لا غروسيس هذيك علاش تو برشا بلدان في العالم متقدمه لا سوبليمونطاسيون ات اوبليغاتوار بون في تونس هذا كيف كيف في اغلب الاحوال نعطيو الملتي فيتامين اللي هو فيه 14 ملي غرام حديد chez la femme enceinte فيه يود بنسبة 150 ميكروغرام pour éviter les problèmes de thyroïde chez la femme enceinte كان الام نتاعو هي بدات حبيله نتاعها بنقص مخزون حديد وما خدتش une bonne supplémentation راهو le plus souvent كيف كيف الطفل الصغير رضيع يتولد avec un statut en fer ناقص وزيد مع الغذاء نتاعو كان هماش تعطي فيه ان لي ماتيرنيزي باهي كان ترضع فيه من صدرها كهو هي ناقص حديد راهو باش ينقصو حديد دونك نصلحو لهم سورتو سي ال اليت بار لو سان باش تنجم تعدي للرضيع نتاعها لي زيليمون نوتريتيف اديكوا تصلح ماكلتها تاخو ان سوبليمونطاسيون ادابتي على حسب التحاليل نتاعها وتاخو الدواء لازمها تعطي لولدها الدواء لمده معينه تختار حليب كيف كيف ماتيرنيزي كانها ترضعوا بالبيبرون ما ندخلوش الحليب الباكويت على بكري كيف كيف بالنسبه للرضع اللي ندخلوا لهم حليب الباكويت بكري راهو اغلبهم يعملوا ان انيمي بار كارونس ان فير خاطر حليب البقري ما فيهش نسبه عاليه من الحديد دونك هيك علاش نخليو لو لي ماتيرنيزي حتى الديفيرسيفيكاسيون اليمونتير تكون باهيه بالكدا باهي يعطيك الصحه دكتوره ان شاء الله ربي يفضلك قدومه نمشيو لاريانا معنا مريم مرحبا بك مريم الو اهلا مرحبا لالا تفضل عايشك برنش الدكتور على النقص الحديد انا عندي ولدي عمره 3 سنين ونص عزيزته وقتها نحكي اخرى لطبيبي خي جات لي وجه اثر برشا عملوا التحاليل عملت له التحاليل جات لي ما عندوش شريط يضل جمله عطتني تريتمون تاع 3 شهور ومازال ما تحسنش معناها مازال نفس الحكايه ما ياكلش شاشيها مقطوعه تعب يمشي شويه يقول لي تعبت ما نعرفش شنو الحال بالضبط شوف بالنسبه للصغار اللي نقص الحديد يسبب لهم فقدان الشهيه دونك نعطيهم الحديد وما تنجمش تفورسيه برشا ان انفون يولي سوفون ايل سون كابريسيو ايل دوفيان اغريسيف يعمل ان رفو كبير للماكله كي تزيد تفورسي عليه تعطيه تعاونه بفتح شهيه تعاونه افيك دي مويان دو ديفيرتيسمون تصلح له الحديد نتاعو مده الاولى بالدواء باش ينجم حتى يعمل اون اكتيفيتي فيزيك خاصه دخله في اكتيفيتي فيزيك
خاطر يعاونوا في حل الشهيه. دونك لازموا ان مويان دو ديفيرتيسمون، لازموا اون ديبونس فيزيك نعاونوه نعطيوه فاتح شهيه. تو فما بوكو دو كومبليمون اليمونتير يعاونونا فيهم ليكستريم تاع الحلبه، نجم تعاونوا كيف كيف بالاكستري تاع الحلبه ناتورالمون دخلوا في الكوجينه نتاعها، وخاصه تواظب على الدواء اللي عطاه لها الطبيب. Une fois تتحل الشهية تمشي vers une alimentation nutritive. نقصوا من المعلبات، نقصوا من لي غوتي بري امبالي، ندخلوا العدس نرحيه في الماكلة، ندخلوا اللحوم الحمراء تحايل عليه في الماكلة. صحيح لازمها تتفنن شوية الأم في التطيب نتاعها باش تنجم تعاون ولدها ولا بنتها في باش ياكل غذاء بلو معناتها صحي اكثر وكامل اكثر. كما قلنا البقوليات المكسرات هذوما بالنسبه لي سورس فيجيتال، سينون لي بروتين انيمال كلهم فيهم نسبه عاليه من الحديد، خاصه اللحوم الحمراء، خاصه الكبده هي على تيت دو ليست تاع الدجاج نتاع الدجاج هي على تيت دو ليست سور لو بلان نوتريتيف. من بعدها البقري، بعدها العلوش. كيف كيف اون مونسيون امبورطانت راهو كبده الدجاج كي تبدا ماهيش مشحمه ما فيهاش نسبه عاليه نتاع هرمونات كيما يخافوا منها الناس الكل، سي با ان ريزيرفوار دورمون. دونك ياكلوها تبدا فرشكه طايبه بقواعد باهيه، ما فيها حتى ريسك نتاع كثره هرمونات ولا تخوف على صحه الانسان. الكبده الفي بارتي دي سوبر اليمان اللي فيها نسبه عاليه نتاع فيتامينات نتاع حديد نتاع زنك نتاع فيتامين بي 9. دونك نجمو ناكلوها سون بروبليم. بون مرتين في الجمعه سي لارجمون سوفيزون، ما با بوزوان دو ديباسي. صحيت فوالا البقوليات كيف كيف 3-4 جور بار سيمين لازم ننفخوهم قبل ما نطيبوهم، ما كانش يعطيونا لي في انفيرس. ردوا لنا من الغاز. لا بس كي تنفخهم ما يعملولكش غاز. يعطيك الصحة دكتورة الله يخليك، احنا مازلنا مكملين مع بعضنا من توا حطيك شل نصف النهار. تنجموا تكلمونا على 31-380-ألف. موضوعنا اليوم هو فقر الدم، محاضرة بحضنا الدكتورة فاطمة بكار طبيبة مختصة في التغذية العلاجية. مرحبا بتليفوناتكم على 31-380-ألف. رجعنا لكم من جديد مكملين مع بعضنا من توا حطيك الشل نصف النهار. تنجموا تكلمونا على 31-380-ألف. موضوعنا اليوم هو فقر الدم، محاضرة بحضنا الدكتورة فاطمة بكار طبيبة مختصة في التغذية العلاجية. مرحبا بتليفوناتكم على 31-380-ألف. قبل ما نتعادوا للتليفونات جوست دكتورة هكا شوية أسأل عطاير خلينا نقولوا. احنا فهم عبيد يقولوا اللي جنرال مع العبيد اللي عندهم فقر الدم وهما يلعبوا سبور فهم يلعبوا سبور على خاطر هما يتعبوا أكثر من غيرهم وقت اللي يمارسوا الرياضة. اسكو صحيح وإلا لا؟ صحيح حسب الحدة متاع الانيمي متاعنا وحسب الحدة متاع نقص الحديد اللي عند الإنسان. الحديد هو مكون أساسي متاع الفيبر مسكولار، كما قلنا مكون أساسي متاع الهيموغلوبين اللي هو يدخل في تركيبة الكريات الحمراء. راهو الحديد مكون أساسي للفيبر مسكولار. دونك اون فاتيك بلوس لي مسكل نو سوم اون مود كاتابوليك كون نو سوم اون كارونس اون فير، سميوها كارونس مارسيال. لازم يصير تصليح نسبة مخزون الحديد، لازم يصير une correction de l'anémie quelle que soit son origine avant de pratiquer toute activité physique باش ما نرهقوش الجسم نتاعنا، ما نرهقوش صحة القلب نتاعنا. Tous les organes sont touchés par une anémie. Donc il faut toujours veiller à corriger l'anémie et la cause de l'anémie. باش نجمو en pratique une activité physique. Surtout qu'elle est profonde. Si c'est une anémie modérée, chronique, c'est une sbiha l'insan, khassan عند النساء كما قلنا بالعوام باللي grossesse, باللي perte menstruelle, là où ça devient une anémie chronique. Bien toléré, une chouf barjan C, telle qu'on a une hémoglobine à 8 avec des réserves en fer à 4, ou telle qu'on a une déche à rade kbira, à part une perturbation de sommeil. Hatta la perturbation de sommeil, rahi à rade men à rade l'anémie ou noxe l'ahdid. Donc, لازمنا نصلحوهم قبل avant de penser à pratiquer une activité physique intense. حاجة أخرى لازم نحكيو فيها إنه le sportif خاصة الرياضة اللي فيها برشا تنجيز يعمل فيه عندهم ريسك دو ديفلوبي اون انيمي، تصير اون ديستركسيون دي غلوبول روج رابيد
avec un sport les filles barcha tanguis. Donc les sportifs de haut niveau حتى وكان ياكلوا بالكدا et ils se supplémentent correctement عندهم un risque de développer خاطر le sport intense c'est une forme de destruction filles نوع من لا ديستركسيون ديال تاع الكريات الحمراء في الجسم دونك il faut toujours veiller à corriger le مخزون الحديد عند الرياضيين اللي عندهم ان او نيفو معناتها لي سبورتيف دو او نيفو دكتور اسكو صحيح انه شربين التي طول بعد الملك اللي نجم يتسبب في فقر الدم ولا لو تي سي ان كيلاتور دو فير دونك التي ماذا بينا ما نشربوش عند النساء اللي مازالوا عندهم عادة شهرية بعد الماكلة قد قد يفو توجور اتاندر اون اور ادمي دو زور قبل ما تاخو كاس التاي نتاعها بالنسبة للرجال ما عندهم حتى قلق معناتها اغلب الرجال مخزون الحديد نتاعهم حتى وكان ما ياكلش نسبة عالية نتاع بروتين معناتها لحوم حمراء ولا واحد تلقى عندهم نسبة مخزون الحديد ديما عالية ايموغلوبين نتاعهم ديما عالية ما فيهاش مشاكل دونك ما عندهمش حتى قلق باش يشرب التي بعد الوجبة متاعو إذا ما عندوش مشاكل ديجستيف ديليميناسيون مشاكل إيغولوجيك اللي قلنا عليهم قبيلة النساء والأطفال يبعدوا على شرب التي بعد الماكلة قد قد دكتور أسكو فما علاقة بين فقر الدم وانخفاض ضغط الدم بين ضغط الدم وفقر الدم وإلا لا وي dans certaines situations chez la femme donc المرأة اللي تبدا نهارها بفطور الصباح ضعيف كله سكريات ونرجعوا حسب المورفولوجي نتاعها معناتها اغلب النساء الاندروجينيك اللي تخزن الدهون نتاعها في الاو دو كور elles ne sont pas à risque باش يعملوا une hypotension لكن النساء جينويد اللي عندهم الريتنسيون دو اللي عندهم mauvaise circulation lymphatique et veineuse راهم معرضين اكثر باش يعملوا une hypotension نقص في ضغط الدم خاصه كي تبدا مع نقص انيمي ولا نقص مخزون الحديد وتبدا نهارها بالسكريات راهو اللي تبدا نهارها بفطور صباح حلو يعاونها ما يعاونهاش باش تكون عندها ضغط معتدل في اول النهار وحتى في اخر النهار دونك يفو توجور فيي افوار ان بوتي ديجني بروتييني فيه شويه دي زاليمون ان بو سالي مش نسبه عاليه راهو ما نمشيوش ليكستريم معناتها كان باش تاكل جبن تاخذ نص ملح كانها باش تاخو زيت تاخو معاه زعتر كيما الزعتر الشرقي تلقى فيه شويه ملح كان باش تاخو عظمه تحط فوقها شويه ولا معاها شويه جبن نص ملح دونك يفو توجور في افوار ان بوتي ديجني هذا بالنسبه للنساء المعارضين باش يعملوا هبوط في ضغط الدم نتاعهم يعطيك الصحه دكتوره نرجع للتليفونات نمشيو لمنى في نابل مرحبا بك منى الو عسلامه عسلامه لله مرحبا تفضل بيك عايز. كنت اني عندي مشكله كبيره اللي هي عندي هو عندي فقر دم انا بيبي عندي فقر دم انا ما يمكن لي حتى شيء ما عنديش شيء جمله للماكله وحطيت راني سبور معناها يلعب هو سبور يلعب سبور قديش عمرك هو ولد قديش عمره ولدك هو ديجا هو عمره 8 سنين اما انت كي تشوفه طول عمره 5 سنين المهم انا ما يمكنش جمله خايف معناها ما عنديش شيء للماكله جمله ونخاف هو اني ديما نخاف ماكل المكملات انا اللي نستخدمهم في الفارماسي والكل ديما هكا نخاف منهم. اها. اذا بيا الدكتوره تنصحني وتقول لي شنو نعمل بالضبط؟ خاطر بالرسمي حرت معاه ما خليتش ما عملت معاه حاولت وليك جبونات ليك العظم خضره ما ياكلش جو فيغ لي ماكسيموم اني ندخلوا الخضره معناها نبدلها له ما نعرفش نشيل البطاطا ونقول له حاجه اخرى مثلا نقول له بيتزا. فهمت كيفاش شيء كيما هو باهي عندي سؤال اخر بالله باهي بخصوص القهوه تو الناس تقول القهوه باهيه وناس تقول لي القهوه مش باهيه نحب نعرف بالضبط كي نرى القهوه باهيه ولا مش باهيه باهي مريكلي
تفضل دكتور. نبداو بالسؤال الاول كونسيرنون ولدها اللي عمره 8 سنين. دونك عنده حسبه هي ان بيتي روتار دو كروسانس هذاك لازم الطبيب الاطفال يشوفوا معاها تبع الكورب صحيح تبع الكورب صحيح فماشي اون كاسور دو لا كورب دو كروسانس ال نو اورينت فير اون كارونس ان فير فما برشا اسباب اخرين نوتامون نقص مخزون الحديد. نقص مخزون الحديد دونك كيما قلنا راهو يخليه يفقد الشهيه. دونك ما لازمش تخاف من المكملات, تمشي لطبيب الأطفال متاعها يشخص الحالة ويعطيها هو المكمل الغذائي ولا الدواء. خاطر الحديد نجم يكون دواء نجم يكون مكمل غذائي على حسب الدوزاج اللي بريسكري. دونك ياخو المكمل الغذائي أو الدواء متاعه باش أما يعاونوا باش يحل الشهية. فما مكملات غذائية راهي ذات جودة عالية ما تخوفش كما قلنا تعاون في فتح الشهية تزيدها معاه مع الحديد هذاك تعاونوا تعطيها أن كوتفوس باش ينجم يولي حتى كان تنوع له يتماشى معاها. دونك بعد تدخل في الديفيرسيفيكاسيون تشهيه دخله في الرياضه باش كيف كيف نصلح الفاز داتاك نتاعي اللي هي الشهر الاول ولا الثلاثه اسابيع الاولى نعاونوا باش نطلع في مخزون الحديد نتاعو وبعدين ندخله في رياضه اللي تعاونوا في حاله الشهيه. راهو لا ديبونس فيزيك تعاوننا في فتح الشهيه عند الاطفال ولا عند الكبار كيف 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 كون جو سوليسيت مون موسكل لي بيزوان نتاعي يعلو بني ولي يطلب الغذاء. دونك لازمني نعطيه غذاء ذو جوده باش يتجاوب معايا. دونك هذا بالنسبه للسؤال الاول. بالنسبه للقهوه, بالنسبه للقهوه مش كتي. دونك القهوه بعد الماكله بعد الفطور راهي ما تقلقنيش في امتصاص الحديد. سي ان بوتي كافي ماهوش باش يقلقنا. لو تي سي ان كيلاتور دو فير شي لا فام اي شي لي انفون. باه جوست سؤال دكتوره, اسكو فقر الدم الحادي نجم يتسبب في سرطان الدم ولا لا؟ لا, هو فقر الدم الحادي ما يتسببش في سرطان الدم, لكن سرطان الدم ينجم عارض من الاعراض معناتها اول اورينتاسيون تعمل انفاس تلقى اون انيمي بيان ديفيني. فما دي انيمي معينين معناها ماهيش حاجه تخي فريكونت اللي كي دوا اليرتي لي جون اي انيمي راهو يتفجع يسخيدها سرطان دم. باهي يعطيك الصحه دكتوره الله يخليك. احنا وصلنا براتيكمون لاخر ليميسيون تاعنا اليوم, بارك الله فيك. كانت بحثينا دكتوره فاطمه بكار طبيبه مختصه في التغذيه العلاجيه. ميرسي لاريجو عزه في الاعداد, ميرسي لنور في الاخراج, ميرسي لزملائنا في اي اف ام تي في. كانت معكم هجر الحنيشي, باي باي في الامان. Allo, IFM, spécial santé, by med.tn.